مرحبا، هذا انا بليبي، واليوم نحن في بارتي جانجل في فينيكس اريزونا، وسنستمتع كثيرا اليوم. هيا بنا. اوه انظروا. مرحبا بليبي، كيف حالك؟ انا بخير شكرا لك. انا متحمس جدا. انظر انت الى ده. هذا. استمتع. شكرا لك. سوار معصم وبعض العملات. الى اللقاء. الى اللقاء. سنضع العملات هنا لوقت لاحق، فلنركب لعبه. واو انظروا هنا، اي حيوان هذا؟ نعم انه فيل. هل لا تقلدون الفيل معي؟ الفيلة كبيرة جدا. بوم بوم بوم. حسنا فلنركب. حسنا ها نحن ذا. واو واو. هاي مرحبا. واو واو واو. مرحبا من في الأسفل، كيف حالكم؟ واو. ركوب عربة الفيل كان ممتعا جدا، وتقليد الفيل كان ممتعا للغاية. لنكتشف المزيد. واو انظروا الى هذا. شكرا. واو مهلا، هذه تبدو مثل أرجوحة. هل تعرفون اي حيوان يحب التأرجح من الاشجار؟ نعم القردة تحب التأرجح على الأشجار، لنقلد القردة. حسنا حسنا، لنقفز إلى الداخل. حسنا ها نحن ذا، لنجلس. حسنا ها نحن ذا، دعونا نربط حزام الأمان هكذا. حسناً، أنا جاهز. واو. ها أنا ذا. واو. واو، مرحباً. واو. واو. مذهل، كان هذا رائعا. حسنا وأنا أحظى بالكثير من المرح. بدأت أشعر بالجوع. لا انظروا أنا عالق، لنتصرف كالقردة لنخرج من هنا. عمل جيد. حسنا أراك قريبا. واو أنا أشعر بالجوع. أنتم أيضا، لنذهب. لنجلب بعض الوجبات الخفيفة. تعالوا. أريد مقرمشات على شكل حيوانات. بالطبع. مقرمشات على شكل حيوانات. ها أنت ذا. لذيذ شكرا. حسنا لنجد مكانا للجلوس. ماذا عن هنا؟ حسناً، دعونا نفتحها. حيوانات كثيرة، لنضع هذا هنا. مهلاً، ما هذا؟ إنه كلب. ووف 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 ووف. مهلاً، لدي فكرة، لماذا لا نأكل كما يأكل الكلب؟ هل تعرفون كيف يأكل الكلب؟ أجل، بدون أيدي. وف وف. هذا سخيف. حسنا لنرى ماذا لديهم ايضا. واو هذا مكان رائع وغني بالالوان. واو رائع، انظروا هناك جولف مصغرة. واو. مهلا، مضربان بحجمان، سنأخذ هذا ام هذا؟ لنأخذ هذا، انظروا يبدو مناسبا لحجمي. لدينا مضرب أزرق وكرة برتقالية، لوناي المفضلين. ها
حسناً، ها نحن ذا. استعدوا. مهلاً، انتظروا. هل ترون هذا؟ أي حيوان هذا؟ واو، إنه حمار وحشي. رائع، أبيض أسود أبيض أسود. هل تعلمون أن الحمار الوحشي كله أسود مع خطوط بيضاء؟ مثير للإعجاب. كدت أنسى هذا. أوه واو، فرس النهر. واو هذا سخيف، لنقلد فرس النهر. فرس النهر كبير جدا ويحبون الماء ويحبون الأرض أيضا. هذا مدهش. حسنا، ها نحن ذا. واو، كدت أن أفعلها. واو انظروا، هذا حصان. أيها الحصان، كيف حالك؟ أنا أحب الخيل، إنهم لطيفون معظم الوقت ويحبون الجري أيضاً. مهلاً، لنجعل هذا الحصان يجري. واو! حسناً، لنضع الحصان هنا، فلدينا لعبة أخرى نجربها. أوه شكراً، هيا بنا. واو، مرحباً. مرحباً. هذا سخيف، مرحباً. أهلاً بيبي. أوه، تعالوا إلى هنا. مرحباً، كيف حالكما؟ بخير. أوه، رائع. هل أنتما متحمسان؟ نعم. حسناً، فلنذهب. واو، مرحباً، كيف مرحباً. حالك؟ صافحني. أوهو، حسناً، الآن دوري. حسناً، دعونا نجلس هنا، ثم نضع السلسلة هنا. الآن نحن مستعدون للذهاب. مرحباً. مرحباً. واو، كان هذا ممتعاً. واو، نحب بارتي جانجل. أجل. ووهوهو، كان هذا رائعاً. تو تو. واو، لنرى ماذا يوجد هنا. واو، صالة رياضية في الغابة. واو انظروا. واو، حيوان لطيف. مرحباً. هذا هو الكسلان. هل تعلمون أن حيوان الكسلان يتحرك ببطء شديد؟ هيا تعالوا، دعونا نقلد الكسلان. إذن لنقلد الكسلان سنتحرك ببطء شديد. مستعدون؟ 3 2 1. واو، هذا مضحك. واو. هذا سخيف. هل سبق أن رأيتم حيوان الكسلان يسبح؟ عليكم أن تبحثوا عنه، إنه مضحك. الكسلان يتحرك ببطء على الأرض، لكن عندما يسبح فإنه يسبح بسرعة 3 مرات أسرع من تحركهم على الأرض. واو. أو في هذه المنطقة عليك خلع حذائك. إذن سأخلع حذائي. ها نحن ذا. 1 2. وي. هيا. واو 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 واو، هذا المكان مذهل. واو انظروا هنا. واو. وي.
واو، ما هذا؟ واو، أي حيوان هذا؟ إنه لطيف، وهو أبيض وأسود. إنه بطريق. وي، لنقلد البطريق معاً. حسناً، ما علينا فعله هو التمايل. واو، تمايل 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 تمايل. حسناً، الآن دعوني أرتدي حذائي ولنلعب بعض ألعاب الأروقة. واو، أوه يا إلهي، أوه حسناً، لنتفقد هذا. واو، انظروا إلى هذه اللعبة. أوه حسناً، لنضع العملة، نأخذ المطرقة، استعدوا. واو. وي، هذا ممتع. اضربهم عندما يخرجون. واو. واو، تصبح أكثر صعوبة. يخرج اثنان في اللحظة نفسها. واو. واو. واو، بدأت أتعب. واو، ثلاثة منهم يخرجون. واو واو، ضربتهم. واو 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 واو، هذا كان صعبا. أوه حسنا، ما الألعاب الأخرى التي لدينا؟ أوه، أعرف لعبة هنا، تعالوا. إنها لعبة ثورة الرقص. واو، أنا حقا أجيد هذا. استعدوا. فعلناها. واو واو واو. فلنركب السمكة. ها نحن ذا. واو واو. كأنني أسبح لأنني أركب السمكة. واو، عمل جيد. واو، كان هذا متعبا. واو، أو لعبة أخرى، هيا بنا. مرحبا، نحن ذا. ممتاز. حسنا. واو. حسنا، هذه اللعبة رائعة لأننا ندور فيها. حسنا، هيا بنا. أنا مستعد. حصاني. واو واو. حسنا، نحن ذا. واو 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 واو. حسنا واو، حسنا. واو 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 واو. أنا أشعر بدوار شديد. واو واو، هل رأيتم كم كنت أدور بسرعة؟ واو، كان هذا رائعا. لقد استمتعت كثيرا بالتسكع في بارتي جانجو معكم. حسنا، وصلنا إلى نهاية الفيديو. إن كنتم ترغبون بالمزيد فكل ما عليكم فعله هو البحث عن اسمي. هل لا تتهجون اسمي معي؟ باء لام ياء، باء ياء، بليبي. أحسنتم. حسنا، كان التسكع معا ممتعا. إلى اللقاء. بليبي بليبي، مرحبا، انظروا أين نحن.
اليوم نحن في متحف هاندزون للأطفال في أولمبيا واشنطن. هيا بنا. واو، انظروا هنا. واو، أوه، كأننا في مزرعة. أو لدينا بعض القرنبيط. إنه أخضر جدا. أوه، انظروا، جزرة. الأرانب تحب الجزر، ولونها برتقالي. تعالوا، بعض البصل وحبة ذرة. أحب الذرة. كوز الذرة أخضر وأصفر. واو، انظروا، هذا طباشير الرصيف. واو، مرحبا، هنا مكتوب مرحبا. مرحبا. أو هيا. واو، انظروا، سأصنع بعض الفقاعات. واو 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 واو، حسنا. واو، هذه الفقاعات كبيرة جدا. واو واو، حسنا، سأقترب منكم قليلا. واو، أوه، انظروا، هذه فقاعة صغيرة. هيا. واو، انظروا إلى كل هذه العصي، هذا يسمى بالراكون ران. هيا بنا. واو واو، هذا فن جميل جدا، مصنوع فقط بالعصي. واو، أوه، يبدو أننا محاصرون هنا. تعالوا تعالوا من هنا. واو، ما هذا الذي هناك؟ هنا حيث نركب الدراجة الثلاثية. دراجة ثلاثية من فضلك. حسنا. عليكم ارتداء الخوذة، وهذه الخوذة لونها أسود. واو. وي. واو، انظروا، سميت الدراجة الثلاثية بهذا الاسم لأن لديها ثلاث إطارات وعجلات. واو، الدراجة العادية لديها عجلتان. حسناً، ها نحن ذا. نحن نصعد دلة كبيرة. ها أنا قادم. لا أستطيع فعلها. أحياناً في حياتنا إذا لم نستطع فعل شيء نجرب شيئاً جديداً مثل هذا. هيا نصعدها ماشياً. لا بأس بهذا، الأمر لا زال ممتعاً. أوه، واو، ها هو المنحدر. ها أنا قادم. واو واو، انظروا، بدون أيدي. واو واو واو، واو. تعالوا إلى هنا. الآن حان الوقت لبناء مركب. هذه المنطقة هي حيث يمكنك بناء مركب. مثلا تأخذ قطعة خشبية مثل هذه، ثم نأتي بالقشة ونضعها هنا. يمكننا صنع شراع مثل هذا الشراع الأخضر. نضعه هنا، ضعه حولها، ثم نضع قمة وردية. مستعدون؟ أوه، ها نحن ذا. انظروا، إنه قارب جميل. مهلا لحظة، نحتاج شخصا على متنه. أتريدون هذا أم ذاك؟ لنضع هذا. حسنا، كيف يبدو هذا؟ واو، إنه جميل جدا. هذا مضحك. حسنا، والآن لنأخذ حبارا عملاقا. حسنا، الآن لنذهب إلى هناك. نضع القارب والحبارة العملاقة هنا. واو، انظروا إلى هذا،
هذه هي الطاولة المائية وهي مبللة جداً. حسناً، قبل أن نضع القارب والحبارة في الماء دعونا نرتدي السترة المائية. هيا. حسناً، هذه السترة المائية لونها أصفر. إنها لطيفة ومريحة. حسناً، نحن جاهزون. هيا. حسناً، دعونا نضع القارب. أوه مهلاً، دعونا نعود إلى هنا. لدينا بعض القطع البلاستيكية حتى نتمكن من صنع بعض العقبات. مستعدون؟ حسناً. حسناً، ها نحن ذا. نضع واحدة هناك وواحدة هناك وواحدة هنا. واو، نضع واحدة هناك. واو، هذا تمدد كبير. هذه ألوانها صفراء مثل السترة. نضع واحدة هناك ونضع واحدة هنا. حسناً. واو، أظن أننا الآن مستعدون لوضع القارب والحبار العملاق في الماء. مستعدون؟ ها نحن ذا. 3، 2، 1، انطلق أيها القارب. واو، أو انطلق انطلق. أو أجل، أضعنا الحبار. أو لا تعلق. هيا هيا، إنه قادم، الحبار قادم. حسنا، ها نحن ذا. أجل، فعلناها. ووو، أجل، وصل القارب إلى خط النهاية. عمل جيد، لذيذ. أنا أحب رائحة النباتات وملمسها. يا إلهي، إنها جميلة جدا. واو، ما هذا الذي هناك؟ هذه منطقة يمكننا الحفر فيها. تعالوا. واو، دلو أخضر. أوه، شاحنة تفريغ خضراء صغيرة. واو، وحفارة خضراء. لنرى ما يمكننا حفره. واو، أو انظروا. واو، هذا هو الترايسيراتوبس. واو، ديناصور قديم جدا. هيا. رأينا شاحنة تفريغ خضراء صغيرة قبل قليل، وهذه شاحنة تفريغ كبيرة جدا. واو، انظروا، هنا تقومون بتحميل شاحنات التفريغ. انظروا. حسناً، حملها الآن. ها نحن ذا. واو 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 فوم فوم فوم. أو مرحباً. فوم 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 فوم. واو، تبدو هذه المنطقة مناسبة لتفريغ كل هذا التراب. مستعدون؟ بيب 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 بيب. ثقيلة جداً. واو واو، كانت هذه حمولة كبيرة في شاحنة التفريغ. عمل جيد. واو، انظروا إلى هذه الغرفة، كأننا في غابة. العديد من الأشجار هنا. أوه، انظروا. واو، نباتات جميلة. واو، انظروا إلى هذا، يبدو كلحاء الشجر. واو، تعالوا إلى هنا، انظروا كم هذه الشجرة كبيرة جدا. هل ترون حيوانا يرفرف بجناحيه في أي مكان؟ قا 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 قا. انظروا، إنه هناك. أترون؟ أجل، إنه الطائر. قا قا قا. انظروا هنا، بما أننا في الغابة. واو، هناك خيمة، كأننا نخيم.
واو، ساخن ساخن ساخن. ولدينا قطعة خشبية من الجذع. حسناً، ولدينا واو، غرفة صمامات مفرغة. تعالوا. واو، أنا معجب بهذه الغرفة. واو. حسناً، أترون؟ تمسكون بالكرات الملونة والأوشحة مثل البرتقالية، الأرجوانية والصفراء وحتى الحمراء، ثم تضعونها هنا. واو. ثم تذهب إلى هناك. شاهدوا، واو، تصعد إلى القمة. سأضيف المزيد، هل أنتم مستعدون؟ هيا. واو. حسناً، الآن سأضع هذه الأوشحة الملونة هنا. مستعدون؟ واو. حسناً، سنضعها كلها هنا. ها نحن ذا. لنحصل على المزيد من الكرات. حسناً، ها نحن ذا. الآن لدينا الكثير منها، علينا فتح الصمامات. حسناً، الآن لا نعلم أين سيذهبون، سيأخذون طريقاً مختلفاً. واو 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 واو، كانت مزلقة دوران زرقاء ممتعة جداً. أوه، تعالوا إلى هنا. واو، انظروا إلى هذه المنطقة. واو، هذه المنطقة تمكننا من البناء بهذه الأنابيب. واو، هناك دخان كثيف يخرج من هنا. واو واو، مرحباً، هل بإمكانكم رؤيتي؟ مرحباً. لا تقلقوا، أنا هنا. مرحباً. واو. حسناً. واو، انظروا إلى هذا. واو، هناك دخان تحت كل هذه المياه. هل تستطيعون رؤيته؟ واو، ملمسه ممتع جداً، يعطي شعوراً جيداً. واو واو، يداي مبللتان جداً. حسناً. واو، انظروا إلى هذا. واو، إنها دوامة، تبدو مثل بركان في الماء. الماء يدور بسرعة كبيرة جداً. واو. حسناً، لدينا بعض الكرات الملونة، سنضعها هنا. مستعدون؟ الآن وبعد أن تم إغلاق الأنابيب وتحميلها بتلك الكرات، استعدوا، الكرات في الطريق. 3 2 1. واو. حسناً، انظروا إلى الكرات. واو. واو، هل رأيتم ذلك؟ حسناً، سأخذ المزيد من هذه الكرات، مثل هذه الوردية والصفراء والأرجوانية، ولابد أن هناك المزيد. أو كرة وردية أخرى، وبنفسجية أخرى، وبيضاء. حسناً، استعدوا، لأنني سأطلقها من هناك. ها نحن ذا. واو، انظروا للأعلى. واو، هل ترونهم في الدوامة الآن؟ واو، أنا أطلق الكرات من الأعلى
وهي تذهب مباشرة إلى الدوامة. حسنا، فقط القليل بعد. ها نحن ذا. واو واو، هذا رائع جدا. واو، هذه الدوامة المائية هي ممتعة جدا. واو، أوه، نحن ذاهبون إلى موقع العمل. ها نحن ذا. بيب 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 بيب. حسنا، بما أننا الآن في موقع العمل، واو، نحتاج إلى إحضار أدواتنا مثل المجرفة توت توت و واو و... أجل، انظروا إلى هذا الطوب و... وإلى هذه الصخرة الكبيرة. حسنا، لنأخذ كل شيء إلى هنا. حسنا حسنا، سيكون هذا هو موقع العمل. دعونا نلقي نظرة على تلك الأدوات هناك، مثل هذه المطرقة الثاقبة. واو و أو خوذة صلبة وسترة الأمان. واو، إنها صغيرة جدا. ربما لن ألبس سترة الأمان هذه المرة، لكنني سألبس زوجا من نظاراتي السلامة الزرقاء. أوه، انظروا، بندقية مسامير، مثقاب، أوه، مطرقة. واو، عتلة، أوه، منشار، وشريط قياس. واو، حسناً، أوه، من الجيد أنني أرتدي قبعتي صلبة. حسناً، دعونا نجلب بعض مخاريط الأمان لندع الناس تعرف أننا سنبني منزلاً هنا. حسناً، ثم حسناً، ها نحن ذا، ثم بعض لافتات على الطريق. ها نحن ذا، لنضع هذا هنا. حسناً، الآن كل خشبنا يوجد هنا. لنأخذ اثنتين من هذه، واحد اثنان، ونضعهما على الأرض هنا، ثم نأخذ اثنتين طويلتان جدا ونضعها هكذا. ها نحن ذا، أو لا، نضعها هكذا. حسنا، أو ها نحن ذا، هذا هو أساس منزلنا الذي نبنيه الآن. حسنا، مستعدون؟ ستبقين هنا وأنا سأبدأ البناء الآن. نضع هذه هنا. حسنا، المزيد هنا. واو، حسنا، الآن للقمة. مهلا، نحتاج واحدا آخر كي نجعله قويا. ها نحن ذا، الآن أو لنضع قمة المنزل هنا. هنا، أجل، آخر واحدة، نضعها هنا. هنا، يبدو أننا بنينا منزلا جميلا جدا. لنجرب. واو واو. حسنا، أظن أنه لم يكن متينا جدا. واو، انظروا أين نحن. مرحبا، تعالوا إلى هنا. مرحبا، هذا أنا بليبي، واليوم نحن في أوديسي في سكوتسديل أريزونا. هيا بنا، سيكون هذا رائعا. أظن أننا اليوم سنتعلم عن الحيوانات البحرية. واو، انظروا إلى هذا المكان. واو، تلك تبدو مثل قطرات المطر. مرحبا. حسنا، لنذهب إلى هناك. أوشكنا للوصول للأعلى. واو، أجل، هيا بنا، سيكون هذا ممتعا جدا. هل رأى
رأيتم هذا؟ لقد استخدمت أسبوعين فقط على أسفل الرأس والظهر من سمك الحفش الروسي هذا. أو لقد أعجبه ذلك. واو، ملمسه رائع جداً. إنه صلب ولكنه يحتوي أيضاً على طبقة من الحمأة الزلقة على ظهره لأنها تساعده على إبعاد الطفيليات. أو هذا واحد آخر. هذا رائع. واو، هل رأيتم ذلك؟ لقد لمست سمك الرقيطة هذا بهدوء وبلطف بإصبعين على ظهره. واو، حسناً دعونا نلمس واحداً آخر. انظروا واحد هنا أيضاً. مرحباً. أو مرحباً. واو، هذا مضحك. هو تعالوا هنا. واو، هناك الكثير منهم. واو، انظروا إلى هذا، إنها مستلقية على الرمل. هذا نوع آخر مختلف. واو، هناك واحدة قادمة. واو، مهلا، سأشرح لكم كيف هو ملمسها. إنها تشبه... أو هناك واحدة. واو، أجل، الآن أعرف ما هو ملمسها. إنها تشبه حلوى مضغية مبللة. زلقة جداً وناعمة في نفس الوقت، ولكن صلبة أيضاً. واو، هذا ممتع. مرحبا. مرحبا بليبي. ماذا تفعل؟ أنا فقط أنظر إلى سمكتي المفضلة، سمكة الجذ. أوه، سمكة الجذ، هذا رائع. إنه كذلك. أراك لاحقا. أراك لاحقا بليبي. واو، من الرائع أن تكون خلف كواليس حوض الأسماك. مرحبا. هذا رائع. واو. مرحبا. مرحبا. الكثير من العمال الرائعين هنا. واو، انظروا إلى هذا، نحن على قمة حوض السمك. واو، انظروا إلى كل هذه المياه وهذه الأسماك. واو، حسناً اتبعوني. واو، انظروا إلى هذه الغرفة. واو، العديد من معدات الغوص، خزانات، ملابس الغوص. واو، يجب أن نأخذ هذه الأسماك إلى أسماك القرش، لابد أنها جائعة. هيا. حسناً. واو، انظروا إلى هذا، أي من رسم هذا فهو فنان. تظهر أجزاء مختلفة من سمك القرش مثل الخياشيم. واو، انظروا، هيا تعالوا تفضلي. مرحباً، شكراً لك. على الرحب، ما هو اسمك؟ اسمي داني. أوه، إنها داني، وماذا تفعلين هنا؟ نحن هنا مع كاثي وهي تطعم أسماك القرش الكبيرة الآن. واو، أرى سمكة هناك، انظروا. واو، لكن لماذا تحملين السمكة على العصا؟ هكذا نوصل الطعام إلى أسماك القرش لأنهم منخفضين جداً في الماء، فهي تحتاج أن يكون معها أداة طويلة جداً لإيصال الطعام إلى أفواههم. حسناً، إذن هم يمسكون العصا التي لديها سمكة في نهايتها، ثم تأتي سمكة القرش وتستمتع بالعشاء اللذيذ. هذا يبدو ممتعاً. واو، هذه الأسماك كبيرة، ما هو حجم السمكة التي تطعمونها لأسماك القرش؟ إنها تقريباً بهذا الحجم، يطلق عليها السمكة الزرقاء لأن بها بعض اللون الأزرق. حسناً، إنها السمكة الزرقاء وهي بهذا الحجم. إذن ما نوع السمك الذي أحضرته؟ لقد أحضرت بعض السمك الرينكات وهي السمكة الكبيرة هنا. حسناً. وأيضاً بعض الكبلين وهي السمكة الصغيرة هنا. حسناً، هذا مثير للاهتمام، رائع. حسناً، من الرائع رؤية شخص آخر يفعل ذلك، ولكن مهلاً، هل يمكنني إطعام أسماك القرش؟ أجل، بالتأكيد. حسناً. فقط تأكد من ارتداء القفازات لأن رائحة السمك يمكن أن تكون حسناً. كريهة. حسناً، لنضع القفازات حتى لا تكون رائحة يدي مثل السمك لأسابيع. حسناً، لقد ارتديت القفازات.
نحن ذا قفاز واحد، قفازان. حسناً، ماذا أفعل الآن؟ سنأخذ دلو السمك الذي أحضرته سابقاً من المطبخ وسنتجه إلى هناك. حسناً، ها نحن ذا. حسناً، مستعدون؟ سنتجه إلى منصة التغذية الموجودة لدينا. حسناً، بمجرد أن نصل ستكون جميع الأسماك في انتظارنا. حسناً، واو، انظروا، أنا على المنصة. واو، انظروا، لا توجد حواجز بيني وبين الأسماك. حسناً، سأقوم بالقفز فقط. أنا أمزح. حسناً، ها نحن ذا. هل أرمي واحدة تلو الأخرى؟ أجل، تستطيع، يمكنك أن تفعل ما تريد. حسناً، استمتعوا بالسمك. وي! واو، انظروا إليها تذهب. إنهم يستمتعون بالطعام. واو، انظروا إليهم، إنهم يحتشدون إلى القمة لأنهم يعرفون أنني ألقي إليهم هذا الطعام اللذيذ. حسناً، وي وي، واو، ها أنت أيتها الأسماك. هل هذا لذيذ؟ هل هو لذيذ أيتها الأسماك أم هو لذيذ حقاً؟ حسناً، بقي القليل، ها نحن ذا. واو، كان هذا ممتعاً فعلاً. أحسنتم. واو، إنها تطعم السلحفات. هيا. واو، الكثير من الأشياء الرائعة هنا. حسناً، تعالوا إلى هنا. واو، أوه، حسناً، ماذا تفعلين؟ أنا أطعم غريتا، سلحفات البحر الخضراء. أوه، إنها تطعم غريتا، هذا اسم جميل. وهذه غريتا، هل ترونها؟ مرحباً غريتا، مرحباً. أوه، ماذا تحب غريتا أن تأكل؟ غريتا تحب الخس، لكنها تستمتع أيضاً بالخيار والفلفل وحتى الجزر في بعض الأحيان. أوه، الخس والفلفل والخيار والجزر، تبدو غريتا صحية حقاً. هل يمكنني إطعام غريتا؟ أجل، حسناً، ها نحن ذا. كيف أطعمها؟ أعطيها القليل؟ يمكنك إطعامها القليل أو ضع ورقة كاملة أمامها. حسناً، ها أنت ذا غريتا. واو، مهلاً، ماذا تفعلين؟ إنها خلفك، هل أرمي واحدة أخرى؟ بالطبع، ها أنت ذا، أحياناً لا ترغب بالأكل. حسناً، حسناً، أوه، تبدو غريتا جائعة حقاً. تفضلي غريتا، لذيذ. ها أنت ذا. واو، غريتا كبيرة جداً، هل تعرفين كم وزن غريتا؟ إنها أكثر من 100 رطل بقليل. أوه، مدهش، 100 رطل، رائع. أوه، ها أنت ذا. أوه، حسناً، لنعطيها قطعة كبيرة لنشاهد غريتا تأكل القطعة كلها. ها أنت ذا. أوه، إنها هناك. أجل، واو، مهلاً، مرحباً. واو، هذه قطعة كبيرة من الخس. مرحباً، أهلاً، مرحباً، تعالوا. بما أننا قمنا بلمس بعض الحيوانات، أظن أن علينا استخدام هذا المرحاض لغسل أيدينا. هيا بنا. حسناً، مرحباً بكم في الحمام. واو، انظروا، واو، انظروا، هذا المرحاض يقع تحت الماء، وهذا المرحاض فاز بجائزة أفضل مرحاض في أمريكا. يمكنكم غسل أيديكم هنا وإلقاء نظرة على أسماك القرش والأسماك. واو، هذا مدهش. هذا رائع. حسناً، غسلت يدي، والآن سأذهب لتجفيفها، وأنتم استمتعوا بالمنظر. حسناً،
هيا لننزل أسفل المصعد إلى أعماق المحيط. هيا. انظروا، نحن الآن أصبحنا تحت الماء. انظروا هناك. أوه، هذا رائع. أقدم لكم الآن معرض أعماق المحيط. مرحباً، ماذا تفعلون هناك؟ تعالوا إلى هنا. واو، مهلاً، انظروا. مرحباً، مرحباً، هذا هو أسد البحر. واو، هناك واحد آخر هنا. واو، إنه كبير جداً. واو، هذا رائع. انظروا، انظروا، انظروا. واو، مرحباً. واو، وتوجد هنا فقمة أيضاً، لنحاول العثور عليها. أو لنرى. أو ها هي. مرحباً، أترون تلك هناك؟ تلك هي فقمة. مرحباً. إذن يوجد هنا ثلاث أسود بحر وفقمة واحدة، وأسهل طريقة لتفرق بينها هي هذه، سأريكم. إذن إذا كنت أسد بحر فأنت تستخدم زعانفك الأمامية كي تمشي بهذه الطريقة. لكن الفقمات لا تفعل هذا. الفقمات، أو مرحبا. أنت فضولي. إنه فضولي جداً. واو، هذا أسد بحر وهو يمشي باستخدام الزعانف. مرحباً، 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 مرحباً. إنها حيوانات ذكية جداً. أترون كيف يتبعني؟ سأغير الاتجاه. واو، حسناً، الفقمات لا تمشي هكذا. انظروا، هذا أسد بحر. أسد بحر والفقمة ليس لديها تلك القوة هنا، وهي حيوانات قصيرة وبدينة، لذا تفعل هذا. أها، واو، إنهم يراوغون نوعا ما. واو، هذا مضحك. واو، يا لها من مخلوقات رائعة، ألقوا عليها نظرة أطول. طريق، أجل، نحن خلف الكواليس في حوض السمك وسنلتقي بعض البطاريق. هيا بنا. حسنا، دعونا نمشي بلطف وببطء وسنكون هادئين أيضا. مرحبا. مرحبا، من أنت؟ أنا هاتش. هذه هاتش، ما الذي تفعلينه هنا؟ أنا أعمل مع البطاريق والزواحف. البطارق والزواحف، هل ترى البطاريق هناك؟ مرحباً، هل هما البطريقان الوحيدان هنا؟ أولا، هناك المزيد قادمون. هل تريد أخذ لعبة؟ في الواقع سنلعب معهم. بالطبع، لنأخذ لعبة ونرى المزيد من البطاريق. انظروا هناك. يحبون الكثير من الحركة بألعابهم. إذن لدينا هنا فايولت التي جاءت لتقول مرحباً. يبدو أن هذا البطريق مستمتع بظلي. هذا يحدث بالفعل، فإن البطاريق تحب الألوان المتناقضة. يمكنهم أيضاً رؤية الألوان بشكل جيد، فلديهم أعين مثل أعيننا تماماً. حسناً،
على الرغم من أنهم طيور إلا أنها تتصرف مثل القطط، أليس كذلك؟ نعم قليلاً، إنهم يحبون اللعب بالكثير من الألعاب، ومثل القطط الصغيرة يخبروننا عندما يريدوننا أن نلمسهم. حسناً، هذا مثير للاهتمام، هذا رائع حقاً. أهلاً، ألقوا نظرة عن قرب. إلى اللقاء. البطاريق مضحكة فعلاً، من أين أتت هذه البطاريق؟ هذه البطاريق من جنوب إفريقيا، ولدينا 32 منها في حوض السمك. واو، 32 بطريقاً هنا، وهي من جنوب إفريقيا؟ مهلاً، ليسوا من القطب الجنوبي؟ ليسوا من القطب الجنوبي، في الواقع إنهم من أنواع البطاريق التي تفضل مناخاً دافئاً. واو، حسناً، هذا مثير للاهتمام، مناخ دافئ وبطاريق، نحن نتعلم أشياء جديدة كل يوم. مهلاً، دعونا نجلس على الكرسي هناك وستقوم هاتش بجلب بطريق إلينا. أنا متحمس جداً، سألمس بطريقاً. مرحباً. حسناً، سأقوم بلمس البطريق بإصبعين فقط وبلطف على ظهره. حسناً، هل أنت مستعد؟ أترون؟ مرحباً. إنه ناعم جداً. هل تعلمون أن البطاريق لديها 70 ريشة لكل بوصة مربعة؟ أجل، إنه صغير جداً وكثيف. أستطيع لمسه مرة أخرى؟ أجل تستطيع. حسناً، هذا شعور لطيف، هل تحبين هذا؟ إنها تتباهى أمامك. ماذا يعني ذلك عندما تهز رأسها؟ في الواقع هذا يعني أنها سعيدة جداً، وقد تكون صديقاً جديداً لها. أمل أنها لا تريد قبلة. مرحباً، إنه بطريق أزرق صغير، إنه صغير جداً. تحتوي هذه اللوحة على أحجام البطاريق المختلفة. كالبطريق الذي التقيته اليوم، البطريق الإفريقي. واو، وهم يكبرون بينما نمضي. واو، انظروا كيف يكبرون. واو، انظروا إلى حجم هذا البطريق. واو، 4 أقدام بعلو 1.3 متر. يا إلهي، انظروا كم هو كبير. واو، هذا بطريق كبير حقا. واو، انظروا طوقان. أترون منقارة؟ يبدو شكله مثل الموزة، موزة ملونة جدا. هناك طائر آخر هنا، تعالوا. واو، مرحباً. ببغاء ملون، مرحباً، كيف حالك؟ واو، يبدو أن لونه أصفر، أزرق، وعلى رأسه اللون الأخضر. مرحباً، مهلاً، هناك حيوان آخر أريد أن أريكم إياه، هيا. واو، انظروا، انظروا إلى هذا الحيوان، إنه يتحرك ببطء. أتعرفون ما هذا الحيوان؟ أجل، إنه الكسلان، هيا نقلد الكسلان معا. مرحبا، كيف حالك؟ هذا مضحك. حسناً، مرحباً. واو، انظروا، هذه ثعالب الماء، وهي ظريفة حقاً، انظروا إليها تذهب تحت الماء. واو، أنا متأكد أنها تستطيع حبس أنفاسها لمدة طويلة. واو، إنها سريعة. واو، إنها تشبه قطة الماء، لكنها ليست قطة عادية،
واو، مرحبا. مرحبا. أو أو، واحد آخر. واو، رائع. واو، كان من الممتع جدا التعرف على كل هذه المخلوقات في أوديسي في سكوتسديل بولاية أريزونا معكم. حسنا، هذه هي نهاية هذا الفيديو، ولكن إن كنتم ترغبون في المزيد كل ما عليكم فعله هو البحث عن اسمي. هل لا تتهجون اسمي معي؟ مستعدون؟ باء لام ياء، باء ياء، بليبي. أحسنتم، حسنا، أراكم قريبا.